أول مرة ده في جنوب. ده إنجاز عظيم ما نقدرش ننكره، والحمد لله بمجهود يعني بمجهودنا ومجهود الكابتن معانا، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، عشان احنا فعلا تعبنا وعملنا معسكر 7 أيام بس، عشان كده ربنا يعني كرمنا وكان عارف ان احنا تعبانين جدا في الدوري المصري، فاحنا طلعنا من الدوري على البيتش على طول. واحنا كنا بنمر بأصعب أيام حياتنا كانت في نيجيريا. ايوه صح روح ما فيش مشكله. فين؟ والله يا جميل، لو في عصايه مش هتعدي. مفيش دعوه،